عايزك تفتح قائمة تليفونك من وسط آلاف الأصدقاء وعشرات الأرقام اللي على موبايلك، دور فيهم كده اسم اسم، دور فيهم رقم رقم، شوف فيهم واحد بس تقدر تقوله بدون مقدمات أنا مخنوق، تقدر تشتكيله، تطلب منه حاجة، تعيط معاه مثلا، تشرح له أزمتك اللي بتمر بيها، تتنازل عن صورتك اللي رسمها قدام العالم حتى ولو دقايق. غالبا مش هتلاقي دوشة كتير قوي حواليك، بس الناتج غالبا هيكون صفر، كله سد خانة، ناس كتير قوي وهيصة، بس مفيش فرد واحد قادر انه يسمع ويفهم، قادر انه يحتويك، قادر انه يفهمك من غير ما تتكلم ومن غير ما تطلب. صورتك ما تتهزش قدامه، هي حكمة واتقالت زمان، صاحب الكل وحيد، والإنسان مش محتاج للعدد ده كله، واحد بس ما تتكسفش منه وتقوله اللي جواك بدون خوف، تبقى مطمن وانت معاه مش قلقان، تبقى على طبيعتك واخد راحتك. واحد بس ممكن يكون أبرك من ألف حواليك، الدوشة ممكن تنسيك أوجاعك لدقايق، تلهيك شوية عن التفكير اللي ممكن يموتك، بس لما بتقفل على نفسك باب أوضتك بتنهار. هل في حد تقدر تنهار قدامه من بين كل دول؟ إحساس مؤلم جدا إنك ما تلاقيش واحد بس، مجرد واحد من كتير يعرفوك وتعرفهم، كله بيتعامل من بره وكله زيك، كل واحد بيدور على واحد بس. انت متخيل ان كله بيدور على كله؟ حياة سخيفة جدا لو اتعاشت بالشكل ده. لذلك لما بنقول اننا لو عايزين نطمن في الحياة يبقى ندعي ربنا يرزقنا برفيق، رفيق الروح قادرين ان احنا نكون معاه، نكون معاه على طبيعتنا، يفهمنا ونفهمه، ما نكذبش وما نتجملش، يستحملنا في وقت ضعف، ما يضغطناش أكتر، نحكي ونتألم بدون ما نخاف ولا حتى نزق الكلام. الحقيقة إن الزحمة مش بقياس، والعزلة مش عزلة جسد، العزلة عزلة روح. أنت ممكن تبقى معزول عن الناس وأنت وسط الناس، بيتكلموا وأنت مش سامع، بيشرحوا بس أنت مش فاهم، شايفهم بس للأسف مش حاسس كلامهم، مفيش حبل ممدود من روحك لروحهم، واحد بس فيهم، مفيش واحد قادر يحافظ على الحبل ده. الدنيا تلاهي فعلا، ما قلناش حاجة، بس احنا برضو جزء من الدنيا دي، عايزين واحد بس يحطنا في حساباته، بيجي على البال أول ما نقع في مشكلة أو نتحط في موقف، نرفع سماعة التليفون في أي وقت وأي مكان. هو طلب بسيط مش صعب، بس بساطته سر تعقيده، والحياة بقت معقدة بما فيه الكفاية. فربنا يرزقنا بالشخص اللي ده في حياتنا، لأنه أهم من أي حاجة، ويا رب يرزقنا بيه بسرعة، لأننا فعلا محتاجينه، محتاجينه في المشوار اللي بقينا خايفين ما نوصلوش. فصدقوني الحياة بتفرز وبتصفي، فما تفرحش بالمية اللي بتشوفهم أول ما النهار يطلع، ولا حتى الصحبة اللي بتهرب أول ما الدنيا تظلم. دور على واحد بس علشان تقدر توصل بسهولة، واحد بس يقدر صدقني، وهو أكيد برضو بيدور عليك، فيا رب الحاجز اللي بيننا وبين الناس يتشال، واللي بيدور على حد يلاقيه، واكتب لنا التلاقي عن قريب يا رب، واكتب لنا الوصول بعد التوهة. تعالوا نسمع رسالة. السلام عليكم يا محمد. والله ما عارفة أقول لك إيه، أنا اتجوزت من شهور بعد سنة خطوبة، مفروض إنها أسعد أيام حياتي، سواء خطوبة ولا جواز، سنة كاملة كنا مخطوبين فيها، لكن بعد الجواز فوجئت بإنسان تاني غير اللي أنا مخطوبة له، فوجئت بتصرفات وصفات ما شفتهاش في الفترة دي، يمكن أنا اللي انشغلت بحاجات تانية غير إن أنا أعرفه.
كل واحد فينا انشغل بتوضيب الشقة، بشغله، بحياته. انشغلنا اننا نعرف بعض، او يمكن ما ظهرتش الصفات دي وقتها وانا مركزتش، بس للأسف ظهرت امارات بسيطة والكل قال انها بسيطة، ما تشغليش بالك، كملوا وخلونا نفرح بيكو زي كل الاهالي. اكتشفت اننا عكس بعض بعد الجواز في كل حاجة، مع اننا قلنا ان الخطوبة تبقى سنة كاملة. ما تقلش عن كده علشان نفهم بعض، لكن للأسف ده ما حصلش. وبعد الجواز اكتشفت اننا اتنين جداد جايين نعرف بعض بعد الجواز. انا مش عارفة ده عيب فيا ولا في مين، ولا دي مشكلة عامة. ياريت تقولنا نعمل ايه. تعرفي المشكلة فين؟ اننا حاطين الخطوبة على انها مجرد شيء شكلي وحتمي زي الوضوء بالظبط، وانها مش اكتر من مرحلة روتينية هتنتهي مجرد ايام بتمر وخلاص، لحد ما نوصل لليلة الكبيرة. ولما حد يخطب يبقى كده خلاص، بيعتبر نفسه اتجوز والموضوع انتهى، وتعدي الايام في اختيار لون الاوض وشكل الانتريه وحجم الشاشة، ونكبر دماغنا عن حاجات مهمة جدا علشان خاطر حاجات خزعبلية. وتلاقي حد يقولك بقى ايه، انجزوا بقى، خلونا الموضوع يكمل ونفرح بيكو. يبقى الموضوع كله ايام وبتعدي لليلة كبيرة، والوضع كده يبقى خلاص الخطوبة مرحلة منفصلة تماما عن الجواز بشكل وشروط مختلفة تماما. مش لازم ومش شرط ومش حتما تنتهي بالجواز، بالعكس ممكن جدا تنتهي بالانفصال لعدم التوافق، وده صلب الشرع والدين والمجتمع والأخلاقيات والإنسانيات، لأنه هيكون أفضل بكتير من الاستمرار المزيف والجواز اللي بينتهي بالمحاكم والطلاق وعيال وحاجة آخر مرمطة. نفس الناس تبقى متحضرة ويفهموا إن بنتهم أو ابنهم لما بينفصلوا، ده مش معناه إن فيهم حد معيوب، لأن مفيش كتالوج وضمان بيتقاس عليه الكلام ده. الانفصال معناه إن مفيش توافق واتفاق، الدماغ والقلب مش راكبين مع بعضهم. فين المشكلة؟ انتوا لازم تفرحوا وتطلبوا منهم كده كمان، ان لو لا قدر الله مفيش قبول لازم ينفصلوا. وما تضحكوش على نفسكم وما تعملوش حساب نظرة المجتمع، وفي النهاية هنخرج حبايب، هنخرج بالمعروف بدون مشاكل وبدون شتيمة ولا خناقات. وفي مشكلة كمان في المخطوبين، اوقات كتير بيمثلوا على بعض في فترة الخطوبة، بيعملوا تصرفات لمجرد تجميل الصورة في الفترة دي، محدش بيتعامل على طبيعته، بيتجملوا، لذلك بيتصدموا بعد الجواز لما المسرحية تخلص وفترة التمثيل تنتهي وكل واحد يظهر على حقيقته. لكن خليني أقول لكم تعرفوا إزاي. شوفي تصرفاته مع أمه وأخته، هل حنين عليهم؟ بيطبطب وبيحتوي؟ بار بأمه بشكل خاص؟ طيب بار بأهله؟ انت كمان شوفها، بتحترم ابوها ولا لا؟ بتحترم اهلها ولا لا؟ طيب بتجيب في سيره الناس عمال على بطال بمنتهى السوء؟ طيب بتفضح الاسرار؟ طيب هو بيتعامل مع الناس في الشارع ازاي؟ لو حد مثلا زنق عليه بالعربيه بيعمل ايه؟ طيب بيحترم الناس الكبيره؟ كل اجابات الاسئله دي هي الجي بي اس اللي هتوصلك للحقيقه الكامله اللي ممكن تكون مستخبيه عنك، هي اللي هتعرفك على أصل الإنسان ومعدنه. هتعرف ساعتها هتكمل معاه ولا لأ، ولو كانت الإجابة مرضية بالنسبة لك كمل، غير كده اسمع كلامي، انفت بجلدك، لأنك لو كملت الرجوع وقتها بيبقى صعب جدا ومكلف وبيضر ناس كتير جدا أكتر من الاتنين اللي اتجوزوا. يا جماعة الخطوبة شيء منفصل، مرحلة مستقلة بذاتها، وحتمية نهايتها بالجواز شيء مش مفروض. الخطوبة معمولة للتعارف، وإنهم يقربوا لبعض ويحاولوا يتلاقوا عند نقطة مشتركة، اعتبروها فسحة في طريق يتوصلوا لآخره اللي هو الجواز. يتلاقوا نفسكم مش قادرين تكملوا فتقفوا عند نقطة معينة وتسلموا على بعض، وكل واحد يروح لحال سبيله اللي هو لا عيب ولا حرام. استنونا.
كنت رايح مشوار ورحت أقطع تذكرة مترو. دخلت المحطة وقطعت التذكرة وسمعت صوت المترو فنزلت جري. وأنا نازل على السلم لقيت اتنين ورايا نازلين بسرعة كبيرة جدا. شاب عنده حوالي 30 سنة وماسك إيد بنت وشاددها وبيجري بيها. بيجري علشان يلحق المترو. دخلوا عربية المترو وأنا دخلت وراهم. راحت واقفة وسندت على الباب المقفول وهو كان واقف قدامها. كانت لابسة فورمال بليزر على بنطلون. هو وقف قدامها وبدأ يزبط لها الطرحة ويمسك البليزر ويشده عليها ويزبطه كده على كتفها ويوطي يزبط لها بنطلونها من عند رجليها. وراح مطلع ورق من شنطته وقايل لها: أنا عايزك تبقي واثقة من نفسك علشان خاطري، ده مش مجرد كلام، لازم تبقي واثقة من نفسك بجد، لأنك فعلا أحسن إنسان في الدنيا، اللي زيك يا حبيبتي يتعدوا على الصوابع والله. هي ابتسمت ومسكت إيده وراح مكمل: أنت رايحة النهاردة الانترفيو، أهم شغل حلمت بيه وهتتقبلي والله أنا عارف. تعرفي ليه؟ علشان أنا بحبك ودعيت لك امبارح. شوفي بقى لما جوزك يدعيلك والله يا حبيبتي لا يقبلوكي، أنا واثق وهتحققي حلمك كمان، وساعتها هبقى طاير من الفرح وهيبقى ربنا عوضني بده بدل البيبي اللي لسه ما جاش. إلا إن أنت لما تبقي مبسوطة وقوية أنا كمان هبقى قوي. مسك الورقة وبدأ يسألها طول الطريق، كانت أسئلة خاصة بامتحانها، وفي عينه نظرة حب واهتمام عمري ما شفتها قبل كده. عينيه وعينيها كانت بيلمعوا بطريقة غريبة، واقفة مرتاحة نفسيا بشكل لا يوصف، وهو كمان فرحان وقلقان عليها. صربعته علشان يلحق المترو. طول ما هو واقف عمال يظبط في لبسها وشكلها بدون ما يتحرج ولا يتكسف، وبيديها دعم رهيب، رغم ان اللي فهمته من الكلام انهم منتظرين بيبي لسه ما جاش، لكن هو بيحاول يكبر بخاطرها، يبقى سندها حقيقي. انتوا عارفين يا جماعه، حتى لو البنت دي ما اتقبلتش، في اختبار تاني هي نجحت فيه، اختبار اختيار شريك حياتها ومرشد روحها. اختارت راجل بجد واقف في ظهرها، بيحبها لدرجة انه عايز يشوفها احسن منه، واقف قلقان كأنه هو اللي رايح الامتحان. لا زعق لها ولا استخف بحلمها ولا كان حمل تقيل في طريقها، بالعكس بيعملها كأنه بنته حقيقي وعايز يشوفها دايما في احسن صورة. اللي بيحب بجد عمر ما بيبقى عنده كلمة أنا وإنت، اللي بيحب بيبقوا الاتنين واحد، سند حقيقي لبعض، حلمه هو حلمها، وانبساطها وسعادتها بتمثل الجزء الأكبر من تكوينه النفسي. موقف بسيط لكنه كان عظيم من وجهة نظري، فيا رب نقدر ندي اللي بنحبهم أكتر بكتير من اللي ناخده، ونساعد وندعم، لأن المركب واحدة والبحر واحد، والمركب لو غرقت هنغرق كلنا، ولو وصلت هنوصل مع بعض في سلام. فاختاروا الوصول والسلام واحنا حاضنين بعض، وما نضيعش عمرنا في أنانية أو حب مزيف، قايم على الكلام، على الكلام وبس. خلصت القصة وخلصت الحلقة، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.